يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم يتبين لي معنى قول الرجل الأعمى في الحديث اللهم فشفعني فيه يا أخي وشفعه. بيناه والشيخ بيناه، شفعني فيه أن يقبل شفاعته فيا، اقبل شفاعته فيا. نعم، شفعني اقبل شفاعته فيا. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم إما الله، تبين لك وش نعمل معك، هذا واضح. نعم.